السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعي مجوهرات اميره، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي على خير. مرحبا بكم في لايف جديد ان شاء الله اليوم مع مجوهرات اميره. دونك في انتظار انكم ان شاء الله تلتحقوا بنا البنات، كيف العاده غنخلي لكم لي نيميرو واتساب ديالنا ايبانغلي في انستغرام وحتى فيسبوك. وبالنسبه للناس اللي تيشوفونا اول مره وتيشوفوا لايف ديالنا ولا لاباج ديالنا، مرحبا بكم والف مرحبا. معكم دنيا من مجوهرات اميره، اختصاصنا بيع الذهب عيار 18 وكنديروا لكم لا ليفريزون في المغرب كامل. دونك اي ارتيكل عجبك سواء في ستوري ديالنا ولا حتى لي لايف اللي كنديروا لكم تقريبا كل يوم، ما عليك غير تسكريني تصيفطيه لينا في شوف بريفي انستغرام فيسبوك ولا حتى في الواتساب اللي عندنا فيه زوج ديال لي سيرفيس كيجاوبوكم سوغ بلاص، زوج ديال لي نيميرو. ديك الساعه البنات كتكونفيرميو على الارتيكل اللي عجبكم وكتعطيونا لادريس والسميه الكنيه ديالكم نيميرو التليفون، كتعطيونا كاع لي زانفورماسيون بيرسونيل ديالكم باش هكذا نقدروا نصيفطوها حتى لعندكم فين ما كنتو في المغرب وغراتويت بيان سور على البنات على حسابي. دونك مرحبا بكم والف مرحبا، وكنتمنى ان شاء الله تكونوا حاضرين معايا في اللايف ديال اليوم. دونك على بركه الله البنات نبداو اليوم ان شاء الله. غنبدا لكم باول حاجه اللي هي لي غورميت. دونك نبدا لكم باول غورميطه اللي تبارك الله غورميت ديال غورميت ديال تيفاني. شوفوا لي البنات كيف دايره لا غورميت ديال تيفاني اللي جبت لكم اليوم، غورميت اللي تبارك الله كبيره كتجي عاطيه العين في هذا الموتيف ديال تيفاني اللي كيجي في الوسط هنا فيه الحجر، ومن هنا كتجي لا غورميت كامله ساهل. دونك جيسبر تكون تبان لكم مزيان الصوره، ما كان شي مشكل خليو لي كومونتير. حتى الا كان عندكم شي تساؤل اولا بغيتو تعرفوا اي حاجه خليو لي كومونتير، راه تنحاول نقرا لي كومونتير ديالكم كامل. دونك بالنسبه لا غورميت كيف قلت لكم البنات شوفوا لي كيفاش كتجي، تبارك الله كتجي عاطيه العين، غورميت هماويه ديال تيفاني كتجي كامله سامبل هنايا، ومن الوسط كيجيو فيها زوج ديال لي موتيف اللي كيجيو كبارين ديال تيفاني مقارنه مع هادو، وكيجي فيهم الحجر مساتين من داكشي البنات. دونك على حساب الحجر الارتياج ديالو ممتاز. وبالنسبه للثمن ديالو انا عطيت لكم دابا الثمن ديالها 15000 درهم. دونك 15000 درهم بالنسبه لا غورميت ديال تيفاني اللي هي مليون ونص، فريمون غورميت اللي متقونه في الخدمه ديالها، ممتازه في السيرتياج ديالها حتى هو، وتبارك الله كتجي عاطيه العين ووازنه البنت. دونك الثمن ديالها 15000 درهم والفيرموار ديالها كيجي على هذا الشكل هذا. دونك مرحبا بكم البنات، مرحبا بالسيدات كاملين اللي التحقوا بينا دابا، وما تنساوش تبارطاجيو معكم لايف. الناس اللي كتعرفوهم انتريسي بالذهب صحاباتكم بارطاجيو معاهم لايف باش هكذا ان شاء الله كلشي يشوف لايف ديال اليوم. غزاله بارك الله فيك اختي هند مرحبا بك. دونك مرحبا بكم الناس كاملين ومرحبا بالمتابعين ديالنا الجداد. دونك كيف قلت لكم بالنسبه لا غورميت دايره 15000 درهم، فوالا كيفاش كتجي. الا بغيتو تشوفوا اي حاجه وريتها لكم في اللايف اليوم يعني بلي ديتاي ديالها تشوفوها كيفاش كتجي من البوسه، تشوفوا القياسات اللي فيها، غير خذوا سكرين لاي ارتيكل عجبكم وتواصلوا معنا ان شاء الله في الخاص. هكذا شوف بريفي البنات يعطيكم بلوس دي ديتاي، يعطيكم تصاورات هكذا دي فيديو ريال ديال اي حاجه بغيتوها من البوسه. دونك فوالا هذه هي بالنسبه لاول غورميت جبت لكم اليوم. عندي ثاني غورميت اللي هي الغورميت ديال رادكو اللي كتجي على هذا الشكل هذا. دونك فوالا بالنسبه لهاد لا غورميت البنات شوفوا لي كيفاش كتجي، كتجي من جناب هنايا رقيقه وكتجي غدا وكتعرض الوسط بيان سور، كتجي لا غورميت ديالك مدوبله كتجي سامبل وفيها هاد الفيرموار هذا. دونك نحاول نوري لكم فوالا الفيرموار ديالها كيفاش كتجي، نوري لكم اكثر شويه. دونك فيها زوج ديال لي فيرموار بيان سور باش هكذا تبقاي مامنه على لا غورميت ديالك. كتجي حتى هي كيف قلت لكم دوبله كتجي باينه في البيسه فوالا كيف دايره البنات. دونك تقدروا تلبسوها مع دي براسلي ولا تقدروا تلبسوها بوحديتها. وبالنسبه للموديل ديال رادكو راه ديما موجود عندنا، كاين البوندونتيف ديالو، كاين كاينه لا باك ديالو حتى هي، يعني تقدروا ديروا لا اونصومبل في اي وقيته بغيتو، وتقدروا تحتفظوا بها هي بوحديتها كتجي غزاله في البيسه. الثمن ديالها 11400 درهم. دونك بالنسبه لهاد لا غورميت هادي ديال رادكو الثمن ديالها 11400 درهم، غورميت لي تبارك الله صحيحه مدوبله وكتجي سامبل ما فيهاش الحجر. دونك فوالا الثمن ديالها كيف قلت لكم 11400 درهم. دونك جوهره سمراء غادكو 15 غرام. دونك اختي غالبا كتسوليني على لي غادكو البلديين، حاليا ما جبتهمش معايا في اللايف ديال اليوم. دونك تواصلي معايا في الخاص ونشوف لك لي غراماج اللي عندنا ديسپونبل حاليا. اختي واش عندكم السلسله خرجت؟
خسينينا كاين ناس نيسا خريشات دونك حتى هي ما عنديش السلعه ديال اليوم ولكن خلي لي ميساج باش هكذا نصور هاك راه عندنا دي موديل فيهم هكا دي موتيف لي منوعين دونك خلي لي ميساج باش هكا نصورهم لك وتشوف فيهم الاحسن. عندي لكم موديل اخر اللي هو هذا الموديل الانيق البنات واللي غزال تبارك الله. شوفوا لي هذا الموديل كيف داير فوالا البنات. هاد لاغوميت هادي تبارك الله كتجي عاطيه العين غوميت لي ممتازه في الخدمه ديالها. شوفوا لي لا فينيسيون ديالها كيف دايره والسيرتياج حتى هو ممتاز على حساب الحجر دونك فوالا كيفاش كتجي حتى هي كتجي تبارك الله عاطيه العين. سلام سلام اختي زين مرحبا بك. دونك فوالا البنات شوفوا لي كيفاش كتجي تبارك الله فريمون غوميت لي عريضه وباينه تقدري تلبسيها غير بوحديتها تبارك الله كتجي عاطيه العين. شوفوا لي كيف دايره تبارك الله غزاله خطيره وموديل لي اونيك البنات فوالا. في هاد لا بيس هادي لي الوسط كتجي كلها مسيرتيه بالحجر وكتجي بيان سور مدوبله وقاصحه البنات صحيحه. دونك فوالا كيفاش كتجي. بالنسبه لهاد لا غوميت البنات نعطيكم البري ديالها دونك دايره 18600 دونك 18600 درهم بالنسبه لهاد لاكوغميت هادي فوالا كيفاش كتجي البنات. دونك كنحاول نوريها ليكم هكا ولكن الا كانت ما كتبانش ليكم فمن الاحسن تاخذوا لها غير سكرين. تواصلوا معايا ان شاء الله في الخاص. دونك فوالا كيفاش كتجي الثمن ديالها كيف قلت لكم 18600 درهم فوالا كيفاش كتجي. السلام عليكم اختي شحال داير الغرام اختي فاطمه؟ بالنسبه للغرام حاليا داير 690 درهم دونك 690 درهم بالنسبه للغرام. دونك نبقاو في لي غوميت البنات لي كبارين دونك اللايف ديال اليوم تقريبا جبت لكم غير لي غوميت هادو لي سخانين شويه. دونك ندير لكم هذا الموديل هذا ديال رولكس اللي كيجي حتى هو ممتاز في الخدمه ديالو كتجي لاكوميت كلها بعرض واحد فوالا كيفاش تجي كتجي كلها بيان سور سامبل كتجي مدوبله. دونك لي غوميت اللي تقريبا جبت لكم اليوم كلهم لي غوميت اللي شويه ثقالين مي راهم عندنا حتى الخفاف يعني كيبقى على حساب لو شوا ديالكم البيتو ديالكم شنو كتفضلوا في ديك الوقيته. دونك كنحاولوا في اللايف نوريكم شويه من كل حاجه اللي عندنا او بيان سور الا بقيتو متابعينا كل يوم في لي ستوري ولا حتى في لي لايف اللي كنديروا ليكم راه ديما تبقاو تشوفوا الجديد ان شاء الله. سينو لا بغيتو ان شاء الله اي حاجه اللي هكا محدده تواصلوا معنا هي في الخاص وراه كنجاوبوكم في البلاصه. دونك بالنسبه لهذه الثمن ديالها 13800 درهم بالنسبه لاغوميت ديال رولكس 13800 درهم. شوفوا كيفاش كتجي حتى هي في البيسه تبارك الله انيقه وكتجي باينه في اليد اهم حاجه انها سامبل وما فيهاش الحجه. دونك الثمن ديالها 13800 درهم دونك فوالا كيفاش كتجي. اختي بالنسبه للسيده مريم احنا كاينين في مدينه سطات السيده مريم كتسولنا فين كاينين احنا في مدينه سطات البنات بالضبط في الزنقه الديبيه. دونك الا قدرتي تجي عندنا مرحبا والف مرحبا مع اللي كيتواصلي معنا في الخاص قبل نصيفطوا لك لوكاليزاسيون تجيبك حتى المحل ان شاء الله. الا ما قدرتيش فراه كنديروا لا ليفغيزون في المغرب كامل. دونك عندي لكم لا غورميت الثانيه اللي جبت لكم اللي هي لا غورميت ديال تيفاني اللي كتجي على هذا الشكل. دونك هذه غورميت مشهوره ديال تيفاني اللي تبارك الله عليها الطلب كبير اللي هي الكولي ديالها تبارك الله كتجي ممتازه في الخدمه ديالها عاطيه العين والسيرتاج ديالها حتى هي ممتاز بالنسبه لها كتجي بهذا الشكل هذا البنات كلها كتجي سامبل من الجناب وهنا كتجي فهاد لي موتيف هادو ديال تيفاني فيهم الحجر. نوري لكم كيفاش كتجي في البيسه فوالا كيفاش كتجي حتى هي راه كيف قلت لكم كتجي عاطيه العين فوالا كيف دايره. الثمن ديالها 6300 درهم دونك 6300 درهم بالنسبه لاغوميت ديال تيفاني. تقدري هكا تلبسيها مع دي براسلي وتقدري تلبسيها غير بوحديتها كتجي فريمون غزاله كتجي عاطيه العين. دونك الثمن ديالها كيف قلت لكم 6300. بقى لي اخر موديل في غوميت اللي جبت لكم اليوم اللي هو الموديل ديال جاكوار فوالا موديل جاكوار كيف داير قلت لكم هذا السيل هذا اليوم. دونك اللي كيجيو فيه زوج ديال الريوسه ديال جاكوار فيه هاد لاغوميت هادي لي فريمون كتجي متينه وصحيحه فوالا كيفاش كتجي. هاد راس جاكوار كيجي كله مسيرتي بحجيرات هنايا وكيجي فيه هاد العوينات هادو في الخضر
دونك جيسبر يكونوا كيبانوا لكم لي ديتاي ديال لارتيكل. فوالا كيف دايره وكتجي فريمون هاد لي بياس هادو ديال جاغوار قاصحين البنات، شي حاجه اللي متينه وازنه ولا غورميت ديالها تبارك الله تجي صحيحه. دونك نحاول نبسها لكم باش تشوفوا كيفاش كتجي في البيسات. الثمن ديالها 11400 درهم. دونك شوفوا ليا كيفاش كتجي، حتى هي وزاله في اليد انيقه وكتجي صحيحه، اهم شيء انها البنات صحيحه. دونك الثمن ديالها كيف قلت لكم 11400 درهم. هاني كيفاش كت دونك لي بغا ياخذ سكرين، راه كنحاول نخلي لكم الوقت فاش تسكرينيو اي ارتيكل يعجبكم. دونك هادو هما لي غورمات لي جبت لكم اليوم، غندوز ان شاء الله نوريكم لي باك حتى هما لي جبت لكم، وغنبدا لكم بلي مارياج. دونك غنبدا لكم بهاد المارياج هذا اللي كيجي سامبل. فوالا البنات شوفوا لي هاد الموديل لي جبت لكم، كيجي سوليتير ديالو كاري، كيجي لانيونس ديالو سامبل فريمون سامبل، مفيهش الحجر مفيه حتى شي حاجة. دونك كيجي على هاد لو ستيل هذا، وهنا كيجي سوليتير ديالو كاري وفيه الحجر بيان سور، حيت كاع لي سوليتير كيجيو فيهم الحجر. خويتم لي ممتاز وصحيح وفي نفس الوقت خفيف هكذا. دونك نحاول نلبسو ليكم تشوفو كيفاش كيجي في البيسة. فوالا البنات دونك شوفوا ليا كيفاش كيجي، فريمون مارياج هكا لي خفيف وفي نفس الوقت زوين، واهم شيء انه ما فيهش الحجر، دونك تقدروا تلبسوه هكا دائما. بالنسبه للسيدات اللي كيفضلوا لي مارياج يكونوا هكا سامبل باش هكا يقدروا يلبسوهم كل يوم. فوالا كيفاش كيجي البنات، الثمن ديالو 2500 درهم. دونك 2500 درهم بالنسبه لهذا الموديل هذا. فوالا كيفاش كيجي، نبقاو في مارياج ونوريكم موديل ثاني اللي هو هذا الموديل هذا اللي كيجي على هذا الشكل. دونك شوفوا لي هذا الموديل هذا البنات كيف داير. فوالا دونك شوفوا لي البنات هذا الموديل هذا حتى هو راه تيجي سامبل، تقريبا كاع لي مارياج اللي جبت لكم اليوم راهم كيجيو سامبل، يعني تقدروا تلبسوهم دائما. عاد هاد سوليتير كيجي هكا كاري فيه الحجر، يعني ضروري كاع لي سوليتير كيكون فيهم الحجر. دونك فوالا كيفاش تيجي، قاصح وصحيح وكيجي عاطي العين في اللبسه. دونك فوالا شوفوا ليا كيفاش كيجي، الثمن ديالو 2800 درهم بالنسبه لهاد المارياج هذا. دونك الثمن ديالو 2800 درهم. نبقاو في لي مارياج ونوريكم موديل اخر حتى هو اللي كيجي سامبل وكيجي هكا في هاد الشريطات هادو، حتى هو عنده سوليتير ديالو لي كاري، كيجي حتى هو عاطي العين كبير وكيجي فريمون قاصح وصحيح، يعني ما كيبون بيه حتى حاجه، وكيجيو في هاد الشريطات هذا كله داير بيهم. نوريكم كيفاش كيجي في البيسه حتى هو. فوالا شو كيجي عاطي العين، وبالنسبه للقياسات راهم موجودين ديجا ملي كتواصلي معنا راه تنشوفوا معاك الا كنتي عارفه القياس. ما كنتيش كنوريوك الطريقه باش تاخدي القياس وهكا يجي يعني الخاتم على يديك. دونك بالنسبه لهذا البنات انا نشوف لكم الثمن ديالو. دونك بالنسبه لهذا الثمن ديالو 2700 درهم. دونك 2700 درهم بالنسبه لهاد لاباك هادي ديال المارياج. فوالا البنات كيفاش كتجي، ندوزو الموديل اخر. هاد المرة غنوريكم الموديل ديال فان كليف لي مارياج لي هو هاد الموديل هدا. شوفو ليا الناس كيفاش كيجي الموديل ديال فان كليف لي مارياج. دونك فوالا حتى هو عندو سوليتير لي كاري و كيجي الاليونس ديالو في هاد هاد لي تخيف هادو ديال فان كليف فيهم الحجر، يعني تقدري تلبسي سوليتير لاليونس بوحديتو كباك ديال فان كليف، وتقدري تلبسي هكا مع سوليتير اللي تيجي هكا مارياج. شوفوا يا بنات فوالا بالنسبه لاليونس ديالو بوحديتو، وبالنسبه لي مع المارياج كيفاش كيجي، يعني غزال مارياج لي انيق
شويه كيفاش كيجي في الفيزا فريمون كيجي غزال الناس وفي داك الحجر اللي كيعطي واحد ليكلا اللي فن الثمن ديالو 3200 درهم بالنسبه للمغياج ديال 20 كليف 3200 درهم بالنسبه للمغياج ديال 20 كليف سلام واش كاين شي راه تكون ميزات ولا شي ستلا سابلو شفتو دونك سي اسماء صراحه حاليا موجودين لي غادكو حتى سريتلات ولكن ما فيهمش ميزات صراحه باش نكون معاك صريحه حاليا الذهب شويه طالع دونك ما كاينينش ميزات حاليا دونك بالنسبه لهذا كيف قلت لكم الثمن ديالو 3200 درهم ولكن الا تواصلتي معنا ان شاء الله راه ما يكون غير خاطرك بالنسبه لك دونك ضروري نديرو معاك شي ريفيكسيون ان شاء الله لي زيد دونك نوريكم موديل اخر هذه المره غنوريكم مارياج ديال ديال تيفاني دونك موديل ديال تيفاني اكثر موديل اللي طلب هذا العام هذا تبارك الله ودرناه لكم حتى في المارياج شوف لي كيفاش كيجي دونك فيه سوليتير اللي كله تيفاني وكاري من الوسط فيه الحجر بيان سور وكاين لاليونس ديالو هذا اللي تيجي تيفاني سامبل فوالا كيفاش كيجي حتى هو تقدروا تلبسوا لاليونس بوحديتو وتقدروا تلبسوه مع المارياج ها هو كيفاش تيجي في البيسه كمارياج فوالا الثمن ديالو 3300 درهم شوفوا هي كيفاش كيجي فريمون غزال وانيق وتقدروا تلبسوا لاليونس بوحديتو بحال شي باك ديال تيفاني فوالا شوفوا هي كيفاش كيجي فوالا يعني هكا تقدروا تلبسوا على زوج ديال الاستعمالات دونك تلبسوا هكا كباك عادي ديال تيفاني وتلبسوا كمغياج الثمن ديالو 3300 درهم دونك فوالا شوفوا هي كيفاش كيجي فريمون كيجي عارضي العين كيجي بزاف مسكينه طلعت هذوك تي جاتو دونك اخر موديل في لي مارياج لي شفت ليكم اليوم لي هو هذا الموديل هذا مقلبي الكاميرا فوالا شوفوا لي كيفاش كيجي فيه هاد الاليونس ديالو كيجي في هاد الكويرات هادو وكيجي هاد السونيتير هنايا لي كاري وفيه الحجر راه ملي خشيت قايم مسكينه حطت على الشنا الثمن ديالو 3200 درهم وشوفوا لي كيفاش كيجي في البيت فوالا عندها سوليتير هذا كاري لي كبير شويه كيجي فريمون غزال وانيق وحتى هو تقدروا لاليونس تلبسوه بوحديتو دونك الثمن ديالو 3200 درهم فوالا كيفاش كي دونك هادو هما لي مارياج لي شفت ليكم اليوم غندوز دابا نوريكم دي باك لي عاديين لي هكذا تقدروا تلبسوهم دائما غنبدا لكم باول موديل اللي هو الموديل ديال ميسيكا فوالا البنات بالنسبه للموديل ديال ميسيكا شوفوا لي كيفاش كيجي كيجي سامبل في هاد الجيرات هادو الوسط اللي ديال الموديل ديال ميسيكا كتجي لاباك من الداخل مشبكه شوفوا لي كيفاش كيجي في البيصه شوفوا البنات هذا موديل جديد في ميسيكا دونك ماشي دوك لي باك كلاسيك ديال ميسيكا دونك شوفوا لي كيفاش كيجي في البيزا عافاك على علاقات لويز شحال عافاك اختي ناجيه بالنسبه للعلاقات هكا ديال لويز راه فيهم بزاف ديال لي موديل دونك اليوم ما جبتهمش معايا ولكن تواصلي معايا في الخاص باش نوريك حيت بالنسبه لويز كيكونوا بزاف ديال لي كادر هكا كل شكل وكيكون بالثمن ديالو دونك تواصلي معايا من الاحسن باش نصور لك شاك موديل بلو بري ديالو دونك بالنسبه لهذا البنات نشوف لكم لو بري ديالو شحال هذا 2100 درهم دونك بالنسبه لميسيكا 2100 درهم كيجي فريمون غزال وموديل لي سامبل 2100 درهم وعندي لكم هذا الموديل هذا ديال شانيل شوفوا لي كيفاش كيجي موديل ديال شانيل اللي خطير في هذا الموتيف هذا شانيل الوسط وكيجي كولوم سيرتي بالحجر مي فريمون خاتم لي راه قاصح وصحيح وشوفوا لي السمك ديالو كيف داير والخدمه ديالو شحال ممتازه وراه وازن الناس فريمون شي حاجه اللي صحيحه الثمن ديالو 4900 درهم وشوفوا لي كيفاش كيجي في البيزا دونك 4900 درهم بالنسبه لو بري ديالو وكيجي غزال في البيزا فوالا كي داير هو راه كيجي كامل مسيرتي بالحجر ولكن السيرتاج ديالو ممتاز وعندي لكم لاباك ديال ديك ليبرا اللي دايره غير 1300 درهم اللي كتجي على هذا الشكل هذا كتجي كلها سامبل ما فيهاش الحجر كتجي من القدام هنا فيها الموتيف ديال ديك ليبرا ومن اللور كيجي سامبل بالنسبه لهذه البنات الثمن ديالها 1300 درهم كيف قلت لكم شوفوا لي كيفاش كتجي في البيسه باك هكا اللي تقدري تلبسيه
دائما يعني تاخديها كيبقى ديما في اليد ديالك. اهم شيء انه ما فيهش الحجر وكيجي قاصح البنات وصحيح. الثمن ديالو 1300 درهم. دابا ندوز ان شاء الله نوريكم لي بوكل. دونك جبت لكم حتى لي بوكل وغنبدا لكم باول موديل اللي هو موديل ديال لويزات اللي هو هذا البنات. شوفوا لي كيفاش كيجي. دونك جبت لكم هذا الموديل هذا اللي كيجيو الحلقات ديالو فيكس وكيجي بهذا الكادر هذا ديال العظم. الموديل ديال العظم فيه هنا لويزا صغيره ديال 18 كارا بيان سور ماشي لويزا الفغي. كتجيب هذا الفيرموار هذا الثمن ديالها 4000 درهم وكيجيو غزالين في الودن. دونك يجيو فيكس وعمليين يعني تقدروا تلبسوهم دائما. ديجا هذا الموديل هذا عندنا لونسومبل ديالو كامل دونك تقدروا تاخذوه اي حاجه مع الحلقات اولا تقدروا تاخذوا الحلقات بوحديتهم. الثمن ديالهم 4000 درهم. دونك فوالا كيفاش كيجي. دوز الموديل الثاني اللي هو في لويزنيس. عندي هذا الموديل هذا اللي كيجي نازل على الودن وفيه هذا الكادر هذا اللي كيجي على شكل ضفيره. دونك هادو كيجيو شويه هابطين وكبارين شويه على الموديل الاول اللي وريتكم. دونك حتى هما فيهم هذا الفيرموار هذا وكيجيو بيان سور قاصحين وصحاح. خوات المارياج اختي اسماء صراحه ديجا دوزت لخويت مد المغياج خلص يلا دابا التحقتي باللايف ديجا دوزتهم وعطيت لي بري ديالهم وكلشي. دونك من الاحسن تواصلي معايا في الخاص اولا ان شاء الله ملي غنسالي اللايف راه غنخلي لك اونغوجيستري وعاودي تفرجي فيه. دونك حيت ديجا دوزتهم. بالنسبه لهاد الحلقات البنات الثمن ديالهم 5400 درهم. اختي نجوى بالنسبه للثمن ديالهم 5400 درهم. سمحوا لي دونك 5400 درهم بالنسبه لهاد الحلقات هادو ديال الميس. كيجيو سامبل وما فيهمش الحجر وكيجيو بهذا الكادر هذا اللي فيه الضفيرات اللي كيجي حتى هو انيق وغزال واهم شيء ما فيهش الحجر. عندي لكم موديل اخر اللي هو موديل ديال لوزا. دونك نحاول ندير ليها هكا باش يبان لكم في ديكسر. فوالا شوفوا لي الناس موديل ديال لوزا اللي كيجيو نازلين شويه. وهاد المره جبنا لكم دي حجيرات اللي راهم بيضين نورمالمون عندنا في الاحمر وفي الخضر. وهاد المره جبنا لكم في الحجر اللي بيض. فوالا كيفاش كيجيو. حتى هما كيجيو غزالين وطوالين وبالنسبه للفيرموار ديالهم راه كيجي على شكل هكا عام. الثمن ديالهم 2200 درهم. فوالا كيفاش كيجيو. غيبانوا لكم كثر من البوسين. دونك من الاحسن اللي راها انتريسي بهم او عجبها الموديل تاخذ ليه سكرين وتواصل معنا في الخاص. دونك نحاول نحطو لكم في يدينا باش يبانوا لكم لي ديتاي ديالو حتى هنا في البريزونطوار جو بونس ما كيبانش مزيان. دونك فوالا عندي موديل اخر اللي هو الموديل ديال حريم السلطان اللي كيجي على هذا الشكل. دونك عندي الموديل ديال حريم السلطان اللي كيجيو الحلقات ديالو فيكس. دونك الموديل اللي كلكم كتعرفوا كيف داير كيجي هكا فيه الحجر في هذا الفيرموار هذا. دونك تجي فيها حجرة هنا في الخضر الوسط ولا حمراء. دونك انا جبتهم لكم في الحجر الخضر وعندنا حتى في الحجر الحمراء. دونك بالنسبه لهادو الثمن ديالهم 3900 درهم. كيجيو كيف قلت لكم لاصقين في الودن كيجيو كبارين وبينين. الثمن ديالهم اختي سهام 3900 درهم. دونك 3900 درهم بالنسبه لهاد الحلقات هادو ديال حريم السلطان. مي راه فريمون تيجيو قاصحين وصحاح. بالنسبه لابيس ديالهم تجي صحيحه وحتى الفيرموار ديالهم تيجي متين وقاصح. دونك 3900 درهم وراه فيهم لوينات اختي رجاء اختي سهام يعني كاينه هكا في الحجر الاحمر وفي الحجر الخضر. وعندي لكم دي كريول اللي هما هادو. عندي هاد لي كريول البنات اللي كيجيو على هاد الشكل كيجيو قاصحين وصحاح وكتجي فيهم هنايا نازله هاد الشهره هادي اللي حره بيان سور. كيجيو عاطين واحد المناظر غزال في الودن دونك يبانو لكم في البيس اكثر. لا سولت على لي فاتو دونك صراحه ما عقلتش بالضبط شنو دوزت قبل بلاش نشوف. كنظن هادو هما اللي دوزت لك قبل اختي سهام. بالنسبه ديال اللوزه دايرين 2200 درهم جو بونس هادو اللي سولتي عليهم. دونك دايرين 2200 درهم بالنسبه لهادو. دونك بالنسبه لهاد لي كريول البنات نشوف لكم الثمن ديالهم حتى هما. الثمن ديالهم 4000 درهم. كيجيو فريمون قاصحين وصحاح وفيهم كيف فيكم هاد الزهره هادي اللي نازله ومشدوده بيان سور بعمود اللي هو ديال الذهب. فوالا راه يكون كيبان لكم ديتاي ديالو وكيجيو قاصحين ومتان
وفيرموار ديالهم حتى هو بيان سيكوريزي وما تخافوش منهم اللي تلبسوهم يعني كيجيو قاصحين فريمون سوليد البنات اللي ما تخافوش على الحلقات ديالكم الثمن ديالهم 4000 درهم وبقى لي في الاخر ليكم الموديل ديال عصير صابون اللي درناه ليكم حتى هما في الحلقات شوفوا لي البنات كيفاش كيجي الموديل فريمون موديل رائع انا نحاول نحيدو لكم بريزونطوار باش تشوفوا لي ديتاي ديالو اكثر فوالا البنات شوفوا لي كيفاش كتجي الحلقه ديال عصير الصابون كتجي قاصحه وصحيحه وكتجي بهذا الفيرموار هذا دونك فوالا كيفاش كيتسد كتجي بيان سور الحلقه كلها سامبل يعني الموديل ديال عصير الصابون اصلا هو تيجي سامبل وتيجي قاصح وصحيح وكتجي هكا هابطه في الودن كتجي باينه وعاطيه العين وكتجي في نفس الوقت صحيحه الثمن ديالهم 5200 درهم بالنسبه للحلقه ديال عصير الصابون الثمن ديالهم 5200 درهم فوالا كيف داير كانوا هادو هما الحلقات الاخرين اللي جبت لكم غادي ندوز ان شاء الله دابا نوريكم نوريكم سنيتلات باش كنختم لايف ديال اليوم ان شاء الله غنوريكم السنيتلات اللي جبت لكم دونك نبدا لكم باول موديل اللي هو السلسله ديال السلسله ديال جلويت دونك عندي لكم موديل ديال جلوي اللي هو هذا البنات دونك فوالا البنات كتجي بالسنيتله ديال البوغمات وكتجي فيها البروموتيف ديال البلوي اللي كيجي كبير وقاصح وصحيح دونك فوالا كيفاش كتجي فريمون كتجي عاطيه العين في البيسه وكتجي باينه وكيف كنقول لكم دائما راه بالنسبه للسنيسله تقدروا تبدلوها يعني تقدروا ديروا سنيسله ديال الشوبات اولا ديال البوغمات الثمن ديال هذه 2800 درهم دونك 2800 بالنسبه للثمن ديالها نسيت ما قلتوش لكم 2800 درهم دونك ندوز دابا ان شاء الله نوريكم موديل اخر يعني ديال جلوي راه نسيت ما قلتش لكم الثمن ديالها 2800 درهم عندي لكم هذا الموديل اخر اللي هو هذا الموديل هذا كيجي تقريبا بحال السيل ديال العطا كيجي فيه شويه ديال البرونز هنا من الجناب وكتجي هنا الوسط صفراء درت لكم هنا بسلسله ديال النيلون بيان جور تقدروا تبدلوها تاخذوا اي سلسله بغيتو كيجي بونبونتي قاصح وصحيح كيجي مشبك من الداخل وبيان جور كيجي سامبل ما فيهش الحجر اهم شيء هكا بونبونتي لي مودرن وبسلسله ديال النيلون كيف قلت لكم تقدروا نتوما تبدلوها ديروا اي سلسله بغيتو بالنسبه لهذا الثمن ديالو 2500 درهم 2500 درهم بالنسبه للبري ديالها اختي ما كيفاش اختي اسماء شوفي دابا راه كنحاول نوري ناس انستغرام وناس فيسبوك داكشي علاش كندور يديها هكذا وهكا دونك جيسبر دابا يكون باين لك اختي اسماء بشحال الغرام اختي ريتاز مرحبا بك بالنسبه للغرام داير دابا حاليا 690 درهم 690 درهم الغرام بالنسبه للحويجات اللي بلديان بيان سور دونك بالنسبه لهذه البنات الثمن ديالها 2500 درهم عندي لكم موديل ديال كلاش حتى هو دونك جبتو لكم موديل اللي تيجي هكا صغير دونك كتجي على هذا الشكل هذا دونك نحاول نوريها لكم حتى هي الثمن ديالها 2500 درهم سنيسله اللي تجي صحيحه وديال ديما مع بوندونتيف ديال الكلاش اللي كيجي قاصح حتى هو ومتين ماشي مدوبل ولكن فريمون كيجي صحيح سامبل وما فيهش الحجر وكتجي حلوه في البيسه ديال البنات يعني تقدروا تلبسوها دائما كتجي خفيفه في البيسه وفي نفس الوقت كتجي انيقه دونك الثمن ديالها 2500 درهم 2500 درهم بالنسبه للثمن ديالها بقاو في السنيسلات ونوريكم موديل اخر اللي هو الموديل اللي كيجي هكا في سنيسله ديال الشوفار مع لويزا فوالا البنات شو كي كتجي هادي سنيسله ديال الشوبار لي غلاده مع البوندونتيف هذا ديال 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 هاد الفروج هذا اللي تيجي على هاد الشكل دونك هادي سنيسله حتى هي اللي خفيفه هكا ديال الاستعمال اليومي سامبل ما فيهاش الحجر وكيجي فيها هاد الموديل هذا ديال الفروج اللي حاليا ولا عليه سباك الله طالب والسنيسله ديالو ديال الشوبار راه فريمون غلاده وصحيحه
دونك بالنسبه لو بري ديالها عافاك حلقه سميسيكا كاينين اختي وفاء كاينين حلقه سميسيكا دونك ديجا دوزت الحلقات ولكن صراحه ما كانش عندي في الموديل سميسيكا اليوم ولكن تواصلي معايا في الخاص باش نوريهم دونك البنات هذه الثمن ديالها 2700 درهم بالنسبه للسنيسله هذه ديال لويزا واش الثمن غير ديال العلاقه اختي سهام لا الثمن راه ديال لاشين مع البوندونتي ديالها اللي كيعطيكم لو بري ديال لاشين كامله مع البوندونتي بغيتي البوندونتي بوحديتو خدي لي ريسكرين وتواصلي معايا ان شاء الله في الخاص باش نقدر نعطيك لو بري ديال كل حاجه بوحديتها دونك بالنسبه لهذا لو بري اللي كنعطيكم راه ديال لاشين بلس البوندونتي ديالها هذه الثمن ديالها 2700 درهم بالنسبه لهذا الموديل هذا ديال الفروج خدو سكرين لاي حاجه عجبتكم البنات تواصلوا معنا في الخاص وان شاء الله راه كنجاوبكم شي بلاص وكناخذوا عندكم لا كوموند ديالكم وكنصيفطوها لكم فين ما كنتو في المغرب عافاك براسلي كلاش صراحه دونك خصيين براسلي كلاش ما عنديش دابا صراحه جايبه معايا غير كلو ميسيكا اللي ديجا لابساهم في يديا مي لا بغيتي تشوفيهم تواصلي معايا ان شاء الله في الخاص باش نوريهم دونك عندي لكم هاد لاشين بوندونتيف هادي حتى هي الغزاله ديال جاكوار كتجيب سنسله ديال النيلو وكيجي فهاد البوندونتيف لي صغيور ديال جاكوار عندنا تقريبا كاع القياسات في جاكوار عندنا من هاد الصغيره حتى الكبيره بزاف دونك حنا جبنا لكم اليوم هادي اللي تجي هكا عمليه ديال ديما تقدروا تلبسوها دائما كتجي خفيفه في اللبسه ديالها دونك الثمن ديالها نتاكد لكم بالنسبه لهذه الثمن ديالها 1700 درهم بالنسبه لاشين ديال جاكوار الثمن ديالها 1700 درهم هذه البنات اللي كتجيب سنيسه ديال النيلو دونك فوالا البنات كانوا هادو هما لي زارتيكل اللي جبت لكم اليوم كانت هادي هي السلعه ديال اليوم جيسبيغ يكونوا عجبوكم لي زارتيكل واهم حاجه كنتمنى تكونوا خديتو سكرين شي حاجه عجباتكم دونك تواصلوا معايا في الخاص في حاله اي حاجه بغيتو تسولوا عليها او عجبتكم اي حاجه عندنا في لي ستور ولا في لي لايف وما تنساوش تهلاو ليا فراسكم وتبقاو ان شاء الله ديما متابعينا والله يعاونكم البنات.